الفقرة التالية هي فقرة تجميلية مع جورجيت ريشا خبيرة التجميل، حتى نحكي أكثر عن الضبغات بالوجه، كيف ممكن نتفاديها وكيف ممكن نهتم بوجهنا هلأ مع البرونزاج. بونجور جورجيت، يعطيك ألف عافية. ما في أسأل من الدبغات على الوجه، وبتحسي بس بمجرد ما تتعرضي للشمس، مع أنه منحط كتير كوش يمكن من الإكران وبضلهم يطلعوا، فخبرينا شو لازم نعمل. أكيد نحن قاعدين عم نتشمس، يمكن كتير بنعمل أخطاء ما بننتبه لها. مثلاً الـSPF اللي بنكون عم نستخدمه بيكون أوطى مما لازم. قديه هو لازم يعني يكون؟ يعني مفروض يكون من الـ 35 50. أنا عطول بفضل يكون SPF 50، فينا نوصل للـ 70. وعطول لازم ننتبه كم مرة لازم نجدد نحن وعم نتشمس الإكران الحماية من الشمس. بنفس الوقت بنستخدم نظارات يعني عينات شمس، ممكن ايام يكونوا عم بدقوا بجلدتنا، واذا عم بدق بجلده بتكون عم تعرق الجلده، فهون بتصير ممكن نعمل تعش. احسن يكونوا كبار العوينات ولا لا مش ضروري؟ يعني ما بيكونوا عم يحمونا اذا وصلنا. هلا انا ما عندي مشكله يكونوا كبار، اهم شيء على طول نقرا وننتبه انه ازازه العوينات تكون عم تحمينا من الـ UVA والـ UVB كرمال ما تفوت على الجلده. وبنفس الوقت انا كنت عم بستخدم الاكران، اذا كانوا كبار يكون الـ SPF تبعه مش 35، والا بصير عم عيني من انه تحت عيوني ابيض كثير ووجهي اخذ لون. فاذا بدي اختار العوينات لقياسهم كبير بدي انتبه كمان للاكران، لانه هذا امر كثير مهم انه نضوي عليه والسيدات ينتبهوا. كل قد ايه لازم نجدد الاكران؟ كل ساعتين تقريبا فينا نجدد حسب قوية الـ SPF بقلبه. يعني إذا كان الـ SPF واطي أكيد أفضل أنه كل ساعة أو 40 دقيقة نكون عم نجدد. أما إذا كان الـ SPF تبعه 50 وطلوع، يعني كل 50 دقيقة كل 60 دقيقة، يعني منلحق منلحق شوي. شو الأفضل يعني SPF؟ أفضل يكون 70، أنه في ناس حتى لو فرق الوجه عن الجسم بفضلوا وجههم يضل كتير محمي. بزبطوا بالميك اب اكيد. هلا بدنا نقول ليه فينا نعلي شوي بالاس بي اف، ليه فينا لا. كمان السيدات اللي بعينهم من الكلف او من النمش، واكيد بدنا نفرق بين الكلف والنمش، لانه النمش بيكونوا اكثريه الاوقات للسيدات اللي بشرتهم بيضاء او الحمراء شوي، السيده الرو هن اكثر ناس بعينهم من النمش. اما الكلف لا، هو زياده البشره بتصير تعطي زياده ميلانين تتحمي حالها، كرمال هيك بتكلف. شو الفرق؟ بيكونوا بعاد عن بعضهم النمش، الكلف بيكون مثل لطشة؟ النمش بيكونوا بعاد عن بعضهم، الجلدة بتصير تعمل أكثر ميلانين تقدر تحمي حالها من الريون من الأشعة اللي عم تجي من الشمس، فبصير نشوف أكثر. في عنا أكيد كلف وفي عنا نمش، بس الأكثرية إذا كان عندهم نمش يعني هو إراديتار لهن السيدات البيض أو بشرتهم رقيقة اللي دغري بتنمش، فهون أكيد الكلف فينا نلاقي له حل إذا كان من الشمس. أما النمش لا، هو إذا كان إراديتار وموجود بالجلدة فعلاجه أصعب واكيد ما بيروح نهائيا. مطرح ما في كلف او المنطقه يلي اكثر شيء بتكون فيها نمش يلي هي بتكون حد الانف، وهون من قوي الاكرام نحطه بكوش كثير سميكه ولا هي زيتها؟ بنكون مش عم نعمل شيء اوقات بيكون وجهنا كله ابيض من خوف. يعني اذا نحن عم نستخدم SPF يعني على طول بدهم يقروا قد ايه هو قويه الحمايه فيه من الـUVA والـUVB ومن اشعه الشمس. اكيد اذا كان خفيف لو قد ايه بدي سمك، ما هي مش مهم صح. سمك بدكم تتذكروا انه البشره بدها تتنفس، فانا بس بعلي بالاس بي اف. يعني افضل اكون عم روح على اس بي اف 50 او 70 وكون انا حاميه حالي، ولا انه اكون عم حط كوش سميكه على انا وعم بتشمس. يعني حتى لو حاطه 70 وزايده كوش هي زيتها، يعني بالعكس يعني جدد كل ساعتين، استخدم مي حلوه غسل وجهي من بعد ما انزل على المسبح على مية الكلور او على مية الملح، على طول ارجع غسل وجهي بمي حلوه ومن بعدها استخدم الحمايه من الشمس. هيك بكون عم بحمي بشرتي، مش بكون عم سمك الاكران عليها. لما ننزل على البيسين بكون عم بيروح ولا هو معمول خصيصا حتى يضل على الوجه وما
بنتاثر، يعني بنضل ملتزمين بقصه مثلا كل 70 دقيقه او كل 50 دقيقه او كل 30 دقيقه. اكيد بدي ضل عم بلتزم لانه هو بضايلني هالقد وقت. بس في منهم بتعرف انه نحن على طول على تطور، فصار في حمايه من الشمس ووتر بروف، بيقولوا لك انه لو نزلت ووتر ريزيستنت، لو نزلت بالماي او طلعت انه بضله موجود. بس انا بقول اذا دقت ميه الكلار على الوجه او اذا ميه الملح، الافضل انه اكون عم حل ارجع جدد استخدام الاكرام. كرمال هيك بقول لهم على طول انه نظفوا وشكم من بعد ما تطلعوا من بين البول. استخدام مره ومره لازم هيك ننظف وجهنا بمي ونمسح ونرجع نحط كرمال ما يصير في تشات، لانه بس يتنظف الوجه ما بقى بيكون في محلات عليه ومحلات لا، وبتعرفي انه نحن بين هيك وقاعدين على البحر وعم نعرق، فاكيد اذا تنظفت ترجعي بتكوني عم تحمي حالك، ما يصير في عندك تشات بوجهك، حتى تشات بيض مش بس تشات سود. نحن كثير معرضين نعمل تشات بيض. شو هي هي عطيش بنسميها ولا غير شيء؟ ايه هلا بنفرق نحن بيناتهم، انا هلا كخبيره تجميل بشوفهم اذا كان حس شامبينيون او هيك اكيد بنروح عند درماتو بحول دغري، بس اذا كانوا عطيش يعني ماك من المي اكيد بيزيدوا نسبه شرب المي، وبدهم يحطوا حمايه من الشمس لانه اليوم الجلده فيه بقلبها مي وعم تنقص نسبتها اذا نحن عم نتشمس، فاكيد بده يبين عندي تشات بيض مش بس ببين تشات سود. فاليوم الشمس ممكن تعمل لي نوعين من التش. طيب جورجيت خلص اكلناها وصار في تاش على وجهنا، شو بدنا نعمل هون؟ وقد ايه بالصيف فينا نعالج؟ وما بعرف بتحسي انه بالشتاء كثير بيروقوا، بيرجعوا بالصيف بفوعوا، كل نزله بيصيروا يقووا اكثر واكثر. اكيد رح يقووا لانه اليوم الجلده ما بقى عندها مناعه ترجع تحامي عن حالها. كرمال هيك انا بفصل الشتاء بقول قبل ما نبلش الصيفيه استخدموا الفيتامين سي، استخدموا فيتامين اي، استخدموا فيتامينز لجلدتكم ترجعوا تقووها. بس ما في حل غير انه انا اعرف الساعات اللي عم بتشمس فيهم، ما تكون حتى مش بس التشميس، يعني اليوم انا صافي سيارتي كل النهار بالشمس، خلصت شغلي نزلت عم باخذ سيارتي بدي انطر تطلع الحراره منها شوي، يعني افتح الباب ترجع اطلع، او بدي اكون كمان منتبهه حتى حمايه اذا جلدتي انا بتعاني من دبغات. يعني عم نحكي هيك اكثر للسيدات اللي عم هدول ما بننتبه لهم فكر بس اذا تحت الاشعه دغري، يعني نحن وعلى البحر بس حتى السيدات اللي عم يطبخوا كل الوقت وهن عندهم يعني اصلا عم بتعاني انت من كلف بوجهك او من تاش، ان كان تاش دورمان او كلف من البحر، كل هو بدي انتبه لهم انا هول الامور، لانه كمان كل شيء هب عم يجي دغري على وجهي ممكن ياذي لي بشرتي. فاذا هون خلينا نرجع نحكي في حال صاروا موجودين اياها الفتره الانسب حتى نبلش نهتم ببشرتنا، وبالصيف هل فينا نضل كمان عم نتابع العلاج ولا منوقف؟ في سيدات بيكون عندهم علاج دايم، يعني عندهم الكرام اللي بيستخدموه بالبيت هو بيقشر لهم اكيد شوي وجههم، بدل ما يكون عم يستخدموه بشكل يومي مثل فصل الشتاء، فيهم يكون عم يستخدموه مره او مرتين بالاسبوع. هيك بنكون نحن عم نعمل بريفنسيون، يعني نحن عم نحمي بشرتنا انه هيدي الكلف اللي موجود بالجلد ما يغمق. بتعرفي ما هو بيصير تدريجيا يغمق واكيد بيصير يركز حاله اكثر بالجلده، فاذا انا استخدمته مره او مرتين بالاسبوع اكيد احسن انه انا اكون عم بعمل وقايه لفصل الشتاء بوسط ما كثير لونه غامق. ما في مشكله ما بتأذي الشمس يعني. وفي حال بدنا نستخدم الماشينات، يعني خلص وصلنا لمطرح بدنا نقشر الوجه، بتنصحي بهذا الموضوع؟ في اوقات تقشير بيكون كثير اجريسيف لدرجه انه الوجه ما بيعود ينظهر فيه، واوقات بتبجبجي وكل هالامور، بتنصحي بهالامور؟ هلا التقشير الاول اكيد لا، هلا مش بالصيف، بس فينا نعمل المايكرو ديرما بغازيون اللي انا اكيد عاملين كذا مره بالاستوديو، هي مثل السكراب بس شوي اقوى، ما بتجرح الجلده، بعدك عم تشتغلي سوبرفيسيال يعني من برا، بس كمان بتكوني عم تشيلي كل الخلايا الميته، فاذا استخدمتي كريماتك تكوني عم تستفيدي ويدخلوا للعمق اكثر للجلد. رح روح للجسم يلي هو اصعب، يعني على الجسم بنحط عاده زيوت ما بنحط ابدا اكرام، وفي كمان نمش ونمش هون رح نحكي. أكيد.
كمان اكثر شيء بيطلع بالبارتي اللي هي اكثر شيء سنسيتيف على الديكولتي. فهون كمان شو بتنصحي؟ وما بعرف يلي رايح يعمل برونزاج بشك انه يحط كريم. هلا الافضل اكثر شيء نحن بنشوف النمش عند السيدات اكثر من الشباب، فكرمال هيك السيدات اذا عم بحسوا بلشوا يكتروا على كتافهم او على المناطق الحساسه يعني تحت الرقبه، اكيد من المستحسن انه نحن نكون عم نستخدم زيت فيه بقلبه اس بي اف. اوكي، يعني من المستحسن. هلا اكيد مش الكل بيلتزموا، في منهم بحبوهم بيقولوا لك ما عندنا مشكله، بس بدي الفت لهم نظرهم على شغله انه نحن اليوم من بعد ما نتشمس ضروري كثير نرطب، لانه هو كمان النمش اللي بيطلع على المناطق الحساسه وعلى الكتاف كمان هن من قله ترطيب الجلده. يعني نحن بدنا نكون عم نرطب جلدتنا كل يوم، يعني كل يوم بدي اكون عم بستخدم كريم مرطب خاص للجلد. أوكي. للجسم. فكمان هول الامور بتساعدنا ما يبينوا كثير. الجرين اوقات كمان بيتعرضوا، بتشوفي هيك يمكن اشخاص يلي كثير بيقعدوا تحت الشمس كمان كان عندهم مثل نمش بالجرين، هيدا حرق بيكون ولا بيكون من وراء الشمس عاده؟ لا، من وراء الشمس كمان قله الترطيب، واذا جلده مثل ما كنا عم نحكي بالاول، اذا جلده اصلا هي في بقلبها نمش، يعني الجلده البيضاء الاكثر رو، اكيد بيقدروا يكونوا عم بعينوا بكل جسمهم. وعلى طول بقول انا اذا الحاله صارت شوي متقدمه نحن بشوفهم دكتور متخصص، يعني درماتو مش انا، انا بقدر بعمل علاجات نتوياج، اكيد بخفف الكلف، كلف اورمان اكيد بنحول ل دكتورز هن اكيد بيكونوا بيتابعوا اكثر، يعني انا كل شيء تجميليا بقدر كون عم ساعدهم انه اقدر بشغلتي فيدهم. أكيد مشاهدينا إذا عندكم أي سؤال لجورجيت فيكم تتصلوا فيها مباشرة على الهواء، وهلأ بتشوفوا الرقم رح يمرق قدامكم. جورجيت، لما بدنا نحكي ترطيب بنكون عم نحكي عن الكريمات يلي بنستعملهم يوميا وعلى البحر، شو الطريقة الأنسب حتى نرطب؟ هل هي بالزيت يلي بنستعمله ولا بنشرب أكثر ولا كمان فينا نستخدم؟ لا أكيد بنشرب أكثر، الزيت اللي عم نستخدمه فينا يكون تنحمي حالنا يكون في بقلبه اس بي اف، يعني حماية من الشمس. أوكي. بس هو من بعد ما نحن نخلص التشميس اكيد نكون عم نستخدم كريم مرطب خاص للجسم. شو جايبه معك؟ جايبه شوي بس تنحكي عن اشكال اللينات اللي يلبسون السيدات. فاذا حكينا عن الكبير او الصغير. صح. او بدي بس احكي نشوف اهم شيء انه نحن اليوم الازازه ننتبه بس نكون عم نحطها على البحر تكون عم تحمينا اي في ا واي في بي، لانه ممكن اشعه الشمس اكيد من الازازه تكون عم تاذي لي وجهي، فهيدا امر كثير مهم. اول شيء شكل البرم اذا ما كان عم بدق بخدوده واذا كان بعيد بقدر استخدمه، وعم بقول اذا كان كبير اللونات يعني قياسه كبير على الوجه ننتبه انه نعلي البروتكشن. اوكي، وهون لازم نقربه يعني يدق بالجلده ولا قلت ما لازم يدق بالجلده كرمال ما تعرق الجلده؟ داكو. يعني كثير بدي انتبه انه انا ما يكون في شيء عم بدق انا عم بتشمس بالجلد كرمال ما تعرق، تضل عم بعطيها مجال انها هي تتنفس، لانه بتعرفي الجلده حتى بتتنفس. حتى نحن وعم نسوق اكيد كله هون بدنا ننتبه لهم، يعني على طول ما اكون لزقته انا بوجهي لليونات، بدي بعده شوي يعني اقربه شوي وانتبه واعرف اختار السايز. اكيد نحن مثل ما كنا عم نقول انه في كذا سايز، وسيدات بتعرفي اليوم في ترند، في شيء دارج، في شيء لا، سو بحبوا اكيد يكونوا عم يستخدمون. اهم شيء عن جد السنه مش كثير ماشيين على الدارج، السنه ماشيين شو عندنا شو موجود شو عندنا ما هلا انا وشو هو اللي بدنا نتخلص منه للبحر نستعمله؟ شيء موجود، شيء موجود، شيء مش كثير حابينه مستعمله. هون عم نحكي شوي على القياسات الاكبر. اكيد كمان على طول بدي انتبه للقزازات، يعني اليوم اذا كان كادر عدم او كادر كله ازاز، اهم شيء انا اللي بيفيدني هن ازازات انه انا ما يعملوا لي كلف وما يكونوا عم بدقوا. فهيك بس كنت حابه انه نشوف انا وياكم والسيدات اكيد على القصص اللي موجوده عندي. وكمان ليه مهم انا البس عويناتي؟ لانه كما ضل عم بعمل هيك يعني بزيدوا التجاعيد، فمش بس كلف كمان تخفف من التجاعيد اللي هن حوالي العيون. فالقياس الكتير الصغير كمان اللي كان ترندي وكنا كتير عم نشوفه اذا ما عم بغطي لي كتير مزبوط كمان رح ضل عم بعمل هيك فبزيد لي التجاعيد.
للتشميس يعني بيكون قياس متوسط. بما انه حكيت عن التجاعيد، في كثير اشخاص بيعملوا بوتوكس وبينزلوا بنفس النهار على البحر، هل هالماده عن جد بتمشي وبتتحرك وما لازم ولازم تجمد وهالامور، ولا هي منا ماده هالقد ليكيد حتى تتسرب او تغير موقعها؟ هلا بيقولوا لك بس يكونوا عم يعملوا لك البوتوكس الدكتورز بيقولوا لك انه هي محطوطه يعني بغم الجلد. اكيد الافضل انه ما نكون عم ننخ ولا نعلب، بس انه ما بدي انتبه 48 ساعه الشمس يعني ممكن، مش ضروري بذات النهار، انه مش ضروري بنفس النهار اكيد. فعطول انه اعطي حالي انا 48 ساعه من بعدها روح على التشميس واتشمس. هلا كمان مثل ما بقول لهم اذا استخدمتوا كريم بيقشر 48 ساعه من بعدها فيك تنزلي تتشمسي مع حمايه من الشمس مش بلا حمايه. بس انه كل شيء 48 ساعه بنريح فينا اكيد نرجع نعيش حياتنا طبيعي. يعني يمكن بالوجه مهتم اكثر شيء بالبشره، مثل ما ذكرتي العيون اهم شيء انه نلبس اللونات. هل بدنا نحكي شوي عن التم كمان؟ ما كثير بنرطبه، ممكن يكون كثير مقشب، قد ايه مهم نرطبه ونرطبه بس بالمرطب اللي عاده بنستعمله؟ اكيد، وفينا نحط حمايه من الشمس اكيد على التم. انا حتى بقول لهم اذا عم بيعينوا من سواد تحت العيون نقرب الحمايه لتحت العين. اللي عاملين كمان سيدات اللي عاملين تاتو كثير مهم انه كمان يحمون، يعني يحطوا حمايه من الشمس كرمال ما يبوخ اللون. كمان اكيد بنكون عم نحافظ اكثر. بتعرفي هالايام انه نحن كثير ننتبه على كل شغله نحن عاملينها باقيه بالجلد، ففيها اكيد السيدات كنا عم تستخدم اكرام. فمثل ما كنت عم تقولي هلا يمكن نحن ما بنهتم كمان بتحت العين على اساس حاطين اللونات وكانه اللونات هي حاميتنا، فمنوصل الاكرام لتحت العين. انا على طول بقول وبيعرفوا اللي بيعمل لهم علاجات بشره انه على طول الاكرام بنحطه تحت العين، وفي السيدات وفي صبايا بعينهم من النمر ببلش من تحت عينهم غير بس السواد. فاكيد من فينا نقرب الحمايه من الشمس تحت العين وفوق العين. حكيت عن تاتو الحواجب، اذا حدا عنده تاتو بجسمه كمان بيحط اكرام عليه ولا مش ما ضروري؟ هلا هو اكثر على الحواجب كرمال الالوان تضل ثابته. انا بفضل على طول بقول لهم انه فيكم تحطوا اكرام تقربوا على حواجبكم اكيد. اوكي، شو اخر نصيحه بتعطيها جورجيت للمشاهدين يلي عم يحضرونا وخاصه يلي بينزلوا كثير على البحر ومش كثير مهتمين ببشرتهم؟ يعني اللي بيقولوا انه انا ما بخاف على بشرتي وما بحط لها شيء وما بحط لها حتى حمايه من الشمس، ما بتخافي على بشرتك؟ لا، لازم تهتمي فيها، ما تخافي. ومش يعني اذا بلش فصل الصيف يعني انا لازم وقف وخلص كب كريمات الموجودين عندي ما استخدمهم، لا لازم استخدمهم، لازم انتبه على طول على بشرتي لانه هي اللي بتبين لي قديه لبعدين. انا قد ما اهتم فيها بكير قد ما هي بتبين لي لقدام التجاعيد بتخليهم يتاخروا، اكيد الكلف بنأخر تيبين، واللون تبع البشره بضل موحد وحلو. الاكرام بضاين من سنه لسنه ولا لازم نكبه حسب اكيد الماركه والاكسبايري؟ اكيد ينتبهوا، لانه اجاني كمان اتصال في حدا استخدم كانت قاطع الاكسبايري ديت تبعه وصار في برغل بالجلد، لا بدنا ننتبه لهذا الموضوع. واذا ما في اكسبايري ديت في كثير بيقولوا لك من بعد ما تفتحي 12 شهر. فاذا ما هو حسب شو هو الماده ومن شو معمول، فاكيد على طول ننتبه نقرا عليهم، اهم شيء نقرا وتنعرف قد ايه بيقدر يضايقنا. وللصغار يلي بيروحوا وبحبوا انه وجههم يكون احمر مثل جسمهم وبيقعدوا بالشمس بلا اكرام، قد ايه مهم يهتموا بهالنقطة؟ اسسوا بشرتكم، كلنا كنا نعملها، بس انه على طول لازم نوعيهم انه لا، اسسوا بشرتكم على بكير احسن، تستفيدوا لبعدين. ميرسي لك جورجيت، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا بريك صغير وبنرجع.